إيمانا بتغيير وتعزيز ركائز نظام الملكية الدستورية الديمقراطية والبرلمانية، توجه المغربيون إلى صناديق الاقتراع للمشاركة في استفتاء على مشروع الدستور الجديد الذي اقترحه الملك محمد السادس. دستور يمنح رئيس الوزراء صلاحية أكبر ويوطد دولة القانون. المقربون من الملك يعتبرون الدستور الجديد دخولا إلى مصاف الدول الديمقراطية. سندخل غدا إن شاء الله إلى بمملكة ثانية دستورية ديمقراطية برلمانية واجتماعية إلى نادي الدول الديمقراطية. 13 مليون مغربي مدعوون للمشاركة في هذا الاستفتاء الذي ستعرف نتائجه النهائية مساء الأحد أو الاثنين. حركة 20 فبراير دعت إلى مقاطعة الاستفتاء واعتبرت أن الدستور الذي يقترحه الملك يعزز الحكم المطلق ولن يقضي على الفساد. وينص المشروع على إنشاء مجلس أعلى للقضاء يرأسه الملك ويهدف إلى ضمان استقلالية السلطة القضائية، كما يعترف بالبربرية لغة رسمية إلى جانب اللغة العربية.